حسابكم الله. في سؤاله الآخر يقول: هل الدعاء بجاه الصالحين جائز؟ هذا بدعة، لا يجوز التوسل بجاه الصالحين ولا بذواتهم، لأن هذا بدعة ووسيلة إلى الشرك. والدعاء عبادة عظيمة، قد أمر الله بدعائه ووعد بالإجابة، ولم يأمر بالدعاء بالجاه أو بالوسيلة، أو لم يأمر بذلك، بل أمر بدعائه مباشرة. نعم. ويستوي في ذلك رسول الله وغيره؟ نعم، لا يجوز التوسل بجاه مخلوق، لا الأنبياء ولا غيره، لأن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. قال: وإياكم ومحدثات الأمور. فهو بدعة، وأيضا هو وسيلة من وسائل الشرك. نعم.